التكوين الاجتماعي بتاع النباوي وبتاع الدرمان ككل كفيل بأن يخلق شخصية أسطورية زي شخصية عمنا موسى ناصر اللي هو موسى والنفاش. موسى كان شخصية وسطية جامع بين الناس الفوق عالية القوم وبين الناس التحت اللي ما عندهم شيء، فكان زي النوايا حسنة بين الطبقتين. هو بيحب الأطفال وبيحب الناس كلها، يعني موسى ده ما حصل يوم سمعنا تكلم عن زول كلام كعب. علاقته حلوة مع الناس، بيحب الناس، بيواصل الناس، الناس والنبالي كلهم بيريدوا. في ناس كده انت لما تشوفهم كده بتستملحهم بتستظرفهم، اكيد تشوفهم من غير ما يمر، فموسى كان من النوع ده. شخصية النفاش لم تغيب عن المجتمع بالمفهوم العام، احتمال يكون غاب النفاش الشخص. طالع لخدمة الناس، يقدم لهم الخدمات ويقدم لهم الملحة والنكتة والضحكة الجميلة. ود نفاش سيد الحكايات وسلطان زمانه، ملأ الدنيا وشغل الناس، وظل لعقود وعقود فاكهة مجالس السمر في مدينة أم درمان. أم درمان طبعا هي أم المدائن، دريا حبيبة زي ما قال فنان أخيرا. هي كانت تتكون من أشهر الأحياء في أم والنباوي، والدرو، مكي، الموردة، العباسية، فريق العماية، تقريبا حي العمدة، أبروف، القماير، والدرو، مكي والعروسة، ناس الأسر، بغادي بيت المال، كلها هذه أحياء عريقة كلهم اكتسبوا الصفات الأم درمانية. أوجه الفرادة إنه تم قبول واحتضان لكل الثقافات المحلية التي وفدت إلى أم درمان، وأصبحت جزء أصيل جدا جدا من 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 مكونها الثقافي والحضاري. التميز فيه برضو كان من ناحية إنه أم درمان امتصت الإثنية والعرقية. كثير من أهل أم درمان تسكن أم درمان بعبقها، بتاريخها، بحكاياتها، بشوارعها، بناسة، ويسكنون أم درمان ويؤثرون فيها نفس التأثير، ويكون لهم دور عظيم في المدينة لدرجة إنه يصبح الواحد أسطورة. من هذه الشخصيات شخصية ود نفاش، عمنا موسى ناصر، قمنا وترعرعنا بين موسى ود نفاش. موسى ود نفاش كأسطورة وكشخص يزعى أمامنا يعني، فكان هو يعني علاقتنا بيه ونحن أطفال طوالي الطرفة والمشاغلة، وهنا يبي ماري نقول لي موسى الدين نكتة، يقول لك ينكت راس أبوك وحياة زي دي. لا ينتظم عقد السمار وليالي الأنس والضحك والظرف إلا بعد الجملة المحببة إلى النفس. مرة ود نفاش قال في الناس بيقوا يعني يسمعوا نكات يقول لك ده موسى ود نفاش، أشوف على السؤال يقول لك كان في ود نفاش زي الأسطورة كده، فايدة زول ولا ما زول. وفي ناس بعض الناس يعملوا نكات سياسية دايرين يزقوا بيها، أو يعني فيها
شيء من الخشونة الاجتماعية يزوغ ويقول لك موسى والنفاش جاء كده. كان رجل سريع البديهة، رده سريع، نكتته حاضرة، لكن بعد ذلك طبعا يعني أصبح كثير من الناس اللي بيطلعوا نكت عشان يزين النكتة للناس، وأصبح هو جزء من تهيئة الإنسان للضحك، ودي مسألة مهمة. يعني دخل في منطقة براعة الاستهلال، يعني أي زول عايز يحكي له نكتة لزول، أي طفل عايز يحكي نكتة للتاني، يقول له ود نفاش قال، هنا خلاص هو جيز يجز الضحك، لأنه أصبح هذا الشخص مرتبط بالطرائف المضحكة والحكايات الظريفة. طبعا موسى خان رجل خفيف الظل، والناس يعني كان بيسيبلون نكات حتى هو ما قالها. نحن ذاته مرة لقانا زهجانين كده، قال ما ادري شنو قلنا شو قال، ما تقول ود نفاش قال، قلت شنو لكن قال اي حاجة. فرحمه الله يعني الناس كان بيقولوا عنه نكت حتى هو ما قالها، نكت مع بواليس ونكت مع ناس في السوق ونكت مع كده. لكن الرجل كان خفيف الظل يعني وسريع البديهة، وهو ذاته نكته ما كانت يعني نكت بتجي بظروفها، بتجي مع الموقف، يعني بيكون بيتكلم معك بتجي نكتة، بتحصل نكتة في نص الكلام. يعني ما بقول نكت وبألف نكت يعني زي الناس اللي بألف نكت السوداء مع ذلك. فكانت حاجات من واقعه ومن المعايشة اللي كان بيعيش فيها، كرد فعل لكلام أخذي وعطى بيقلبه في شكل طرفة. ريحانة الأنس والفرح المتجدد، يجرح رهافة النيل بتوقده، ويقدح زناد ذاكرة الأرض البكر، ويمشي في أديمها براحا كما الأحلام المتجددة. في أي منطقة أنت تلقى الإنسان الظريف في كل مجتمع اللي بيكون بيتعمد إضحاك الناس، لكن عن هدفه بيكون السخرية من بعض الـ يا ظواهر اجتماعية، يا من شخصيات معينة، يا من سلوك معين كده. كان رجل ظريف يمشي بين الناس، و يعني كان يساعد الناس، وبالذات حبه للأطفال يحطف عليهم ويقدم لهم، وتلقاه في كل مجتمع أم درمان وكل مجتمع وود نباوي متواجد ويقدم جهده ويقدم. دي الشخصية الأم درمانية الود نباوية. يعني أنت لو ما بقيت زول بتمشي تدفن الجنازة وتخدش الكشف، بتدي النفس حق اللبن، ما بتستلف يعني ما بتشحد ملاح من جيرانكم، ما بتدي حق العيدية اللي تشوفها، ما بتكون من ناس أم درمانية ولا بتكتسب هذا الظروف. هو رأيه كان فكاهي ورأيه ظريف ورأيه هو شغلته نجار، أصله يشتغل نجار هو أبوه. هو موسى والناصر وعبد الكريم والنفاش، ولد بحي ود نباوي بأم درمان في حوالي العام 1917 تقريبا، وورث روح الفكاهة والسخرية وحس الدعابة عن والده ناصر ود نفاش، وزاد عليها أريجا من سماحة نفسه اللامتناهية. هو موسى ناصر عبد الكريم من ناس أم درمان ومن أهل المهدي كمان، يعني أهله دي من أهل المهدي، وناس يعني يصلوا يقابلوا من الفتوح بتاع المهدي ده واستوطنوا هنا في ود نباوي. ده موسى ناصر عبد الكريم. طبعا مع الزمن والقعاد وأم درمان هنا وسمي بود نفاش، كينوا بود نفاش زي ما كينونا نحن بدقيس وده بي فلان الفلان وده كذا وده كذا. ولد موسى ناصر عبد الكريم ود نفاش في سنة 1917 في هذا المنزل، و يعني ده كان كله بيت جدنا عبد الكريم، وموسى اتولد هنا وترعرع هنا وتعلم القرآن في خلوة الإمام المهدي، لأنه زمن ذاك ما كان في مدارس، ووالده كان بيمتهن مهنة النجارة، وبعد ما تم الخلوة اشتغل مع والده في النجارة لحد ما كبر وقوى عوده، عمل علاقاته الاجتماعية الخاصة بيه برا، ودخل المجتمع من زاوية تانية، ودخل في السوق ويشتغل سمسرة، وله صلات كبيرة جدا مع الناس،
وكان معروف للوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط الرياضي. كان بيشجع الهلال في بداية تأسيس التيمين وكذا، لكن فجأة شاف ناس والنباي أغلبهم يشجعوا المريخ لأنه فيهم شاخور مع شاخور وشي مجامل لشاخور، كل الناس بتشجع المريخ. ساب الهلال ويتحول للمريخ، بقى يشجع المريخ، ما بيهتم بالكورة كثير هم. الناس الهلال زعلوا منه، قال لي كيف تخلي الهلال وتمشي للمريخ وكذا وبتاع. قال لي يا جماعة أنا لما كنت بشجع الهلال كان جانبي كساي، جماعة الهلال يجيهم لليل البيت مراكيب وعصي. حسي بقيت لما بيجي المريخ مما يجيني بك ولا بتاع شوال العيش يجيني بالحيطة قبالة الفاتحة. وكانت ود نوباوي مقاما للكثيرين من أمراء المهدية، ومن بعد صارت مكانا للسيد الإمام عبد الرحمن المهدي، إلى جانب التماسك والتآخي والتعايش الذي وصل إلى درجة الامتزاج بينهم، فالهوى مهدي وهكذا يكفي. الزاد آل غباجة طبعا الإمام المهدي جاء وعسكر في في أبو سعد، وانطلقت الدعوة المهدية. والنباوي ده الاسم جاها واحد من قوات من القوات بتاعنا المهدي كان اسمه النباوي، وكان معسكر في هذه المنطقة سميت على اسمه. وسيد عبد الرحمن المهدي يمكن كان يكاد يكون ألمع نجوم المجتمع في ذلك الزمن، وبخفة ظل موسى يعني سيد عبد الرحمن لما يكون متضايق بيرسلوا ينادوا يرفي عنه يضحكوا. فزعل ويومين قفل قاعد في الطابق الرابع، لا بياكل لا بيشرب ولا بيتكلم مع حد، فجاء كلمه وقال يا موسى يا اخي الحق السيد موت. فجمع باب الله ماشي الدور الاول والثاني، لما نقرب للباب قال لي لسه يا جبرين لباب الله. السيد عبد الرحمن فتح الباب قال عملت يا الله، قال لي غير اللي قاعد فوق ما بياكل ويشرب منه. فالسيد ضحك وجنازل معاه. والنباوي دي يعني ماذا يعني سبب مباشر في تأسيسه الإمام عبد الرحمن. والنبادي طبعا بعد معركة كرري كل الأنصار جو سكنوا أغلبهم في والنبادي حول السيد عبد الرحمن. والسيد عبد الرحمن هو بدأ يعني يعمل النهضة بتاعت المهدية تاني من جديد، لكن بأسلوب تاني عشان الإنجليز ما يعاكسوه كده. فبدأ رجع يكون هي الشؤون الأنصار دي وجمع الأنصار من بني، لكن ورى الإنجليز أنه ما داري حاري ما داري هنا، لكن ده تاريخ وتراث داري يحتفظ به فقط. قوم الأنصار من جديد، عشان كده الناس في النباوي التفوا حوله كده. طبعا الأيام الأولى طبعا بعد معرفة كرري في هزيمة لفكرة وهزيمة لمبدأ كبير اللي هو مبدأ المهدية، الناس كانت منغبضة وكانت حاسة بزي خيبة أمل كده وهدف ما تم. والإنجليز وأعوانهم كانوا يعني بيزعوا سعي شديد عشان يزيلوا فكرة المهدية عشان ما تقوم تاني. فالجدية الشديدة دي وسط الناس والنباوي كانت منتظمة، خاصة الناس الكبار ديل ما في ضحك تضحك إنت معناتها رجل هايف ورجل. فدول الحكاية بيحصل تمرد وتململ خاصة للجيل الجديد اللي هو ما عاش المهدية وما ما حاسس بأنه في شيء هو فاقده بتاع. فبدت ياهو السخرية والتقريق في داخل الجدية العالية دي بقى يتسلل وسط الناس. فبعد شوية لما برزت الناس الكبار ذاتهم حسوا بأنه الوجوم والتجهم ده شوية ما جميل وبتاع، بدوا يضحكوا يعني حتى النكتة كان نكتة عادية بيجوا يضحكوا ليها. فهل أكيد دجي الناس موسى والنفاش؟ في مثل هذا المناخ ولد وتربى موسى والنفاش، وتكونت شخصيته المتفردة في تفكيرها وقناعاتها وسلوكها ومواقفها، مع اختلاف وتميز جعله يتصادم مع السائد والمألوف في المجتمعات المحافظة، يتمرد عليه ويتصالح معه في الآن ذاته، ولم يكن منفلتاً أو مغترباً عن مجتمعه، بل كان ملتحماً بنسيجه الاجتماعي والثقافي، وكان سفيراً لهذا المجتمع ومعبراً عنه. موسى كان شخصية وسطية، جامع
بين الناس الفوق عالية القوم وبين الناس التحت اللي ما عندهم شيء. فكان سيف النوايا حسنة بين الطبقتين، يعني هو رجل بيمشي لناس الكبارات، ناس عثمان صالح، ناس الجرير، ناس لمين عبد الرحمن، عيان البكر، الناس في هنا، وكان بيضحك معاهم وبيتونس معاهم وبياخذ منهم وبيدي الناس المساكين، بيصرف على ناس في المدارس وقري ناس وبساعد ناس ومربي ناس كتار يعني في النباوي اللي هو ايادي بيضاء على ناس كثيرين جدا. بظرافته دي وبتعب يعني حلو لسان وكثير احسان، ما قليل احسان، قليل احسان يعني بلسانه ده كان بيشيل من الجماعه اللي عندهم المختبرين وبيتحت عشان يدي الناس بيدفع مصاريف زي ما قلت لك، مدارس للطلبه محتاجين، بعان نسوان ما في الطلبه. فانا بتذكر يعني يوم وفاته ده في ناس كده ما شفناهم كله نحن ولا بنعرفهم ولا عندنا بهم علاقه، دول كانوا بيبكوا. انا اولادي ما شاء الله سته، وموسى رباه لي والله. طيب موسى اقول لك عاد شو ما بقدر اشكره لي كله موسى. موسى كان بريد، موسى كان طيب معانا وعلاقته حلوه. يقوم من الصباح نحن نايمين بيسوي لنا الشاي، العصر بيسوي لنا، يجيب اللحم بيسوي لنا. موسى علاقته كانت حلوه شديد. مجتمع ام درمان العريض وود نوباوي الحي امتاز ضمن ما امتاز بالأنس والثراء الثقافي والاجتماعي، فقد كان ملمحاً من هذا السودان العريض بتأريخه وشخصياته وثقافاته وعاداته وتقاليده وحكاياته. والنباوي هي حقيقة سرة أم درمان، وأم درمان لامة في حشاها ده كل خلق الله، كل قبائل السودان دي تلقاها في أم درمان، وبالتحديد في سوق أم درمان الكبير ده. ومن سوق أم درمان ده نبعت حاجات كثيرة جدا جدا، خلت لأم درمان دي نكهتها الخاصة الهسة عايشة بها. والنباوي دي جزء كبير جدا جدا يعني 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 نموذج مصغر لأم درمان كلها، لأنها برضو فيها كل القبائل وكل الحيشان، وهي كلها معظم والنباوي كانت عبارة عن حيشان. بعد هزيمة كرري واللي هم بتدفعك لأشياء كثيرة جدا الهزيمة، ولو تلاحظوا إنه عقب ثورة حرب سنة 67 الهزيمة الكبيرة للدول العربية، يعني كان في مصر كمية من الحكايات والنكات كلها تسخر من الحدث المؤلم، يعني تحول الحدث إلى حكاية طريفة وحكاية يعني لا يجد الإنسان غير أن يسخر وأن يحول الهزيمة إلى نكتة. ويمكن ده السبب اللي خلى تلك المجموعة من الآباء والأعمام يتميزون بالطرفة وبالحكاية. هذا الأساس وهذا الجو وهذه البيئة نشأ فيها طابع ثقافي ذو نكهة سودانية خالصة، استفادت من كل الثقافات الأخرى الموجودة في قبائل السودان الأخرى وقدمت نموذج لها. ده أنتج واقع شكله متميز ومتفرد أيضا على المستوى الثقافي. كل هذه الثقافات امتزجت وطلعت الروح الأم درمانية والخصوصية لود نوباوي وظرفاها. هذا الظرف اكتسب ما ساكن بثقافة، بحميمية، بمواقف، والناس في مراكز وفي يعني تجمعات في البكيات في الأعراس بيتناقلوا هذه الطرب وهذه الملح وتوارثوها، وبقت يعني إلا زول دمه تقيل جدا ده يكون عنده قصور ذهني ما قد يكتسب هذه الصفات. لم يكن موسى شخصية من نسيج الخيال أو محض خرافة، بل كان رجلا من لحم ودم ووجدان، مشى يوما على هذه الأرض وتنسم هواءها وشكل مزاجا لنكهتها الفريدة. موسى النفاش أنا طبعا ديته نسيب، يعني زوجته طلبته حفيدته،
وتم الزواج، لكن كان صديق بالنسبة لي يعني كده والله. وكثير من الأحيان يعني كان يعني أنا أكون زعلان ديني نقطتين ثلاثة كده أضحك وأنسى زعلي. بيحب الأطفال وبيحب الناس كلها يعني. موسى ده ما حصل يوم سمعنا تكلم عن زول كلام كعب، دي من حياته الغريبة. وبعدين طبعا هو ربى بنات أخواته ديل بالذات كلهم، وربى بنات بناتهم يعني. طوالي في يوم العيد تلقى سايق يشوف عديل بلبس العيد وكذا وراعيه، ونحن قالين انهم بناته يعني زمان، لكن تطلع انه هو بنات اخواته وكذا يعني. حتى بناتنا يعني ناس عاطفه ديل وكذا ديل يعني، كنا حاسدين انه مع موسى في بيت واحد وكذا. موسى والنفاش رجل كان خفيف الظل، اكتسب هذه خفة الدم من والده، لأن والده ذاته كان خفيف الظل. يقال إنه المسجد بتاع السيد غريب الله كان حق خالته، المساحة دي باعتها، وهو كان الوريث الوحيد والد موسى ده. والمبلغ كان ما يعني في الزمن ده ما فوت له 200-300 جنيه، لكن اعتبر رقبته إنه هو في مصاف ناس البرير وناس عبد المنعم محمد، وقال لصحبانه خلاص بعد ده سوري انتو ما خلاص انا انتقلت من مرحلة الفقر الى مرحلة الغنى. هذا الجانب الاجتماعي وهذه الكفالة الاجتماعية للناس اصحاب الطرف والملح في 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 المجتمعات، الى الان المجتمع السوداني يحتفي بكثير من النجوم الممثلين والدراميين، ويحفظ هذا لهم هذا الدور ويقدرهم عليه يعني في الأسواق العامة ولا في وسائل المواصلات ولا حتى على مستوى المجتمعات الرسمية، إنه الشخصية الفكاهية أو الشخصية الدرامية لا زالت تحتفظ ببريغة وبتحتفظ بعلقة وبتحتفظ بسطوتها. وبحكم مكانة أم درمان الرمز ومحط الأفئدة والآمال والرحال، انداحت حكاياته ومواقفه الضاحكة لتطال كل هذا السودان العريض بأقاليمه المختلفة. كان مرة شغال مع ناس حريدي، وبدون مؤاخذة حريدي كان عنده حمار مشهور جدا. حمار حريدي زي العربات الهسي الغالية التمن دي، ومشهور حمار ده. فقام يوم أظنه هديدي قال لي شو للحمار ده وديه البحر ولا الهناي ولا كلفه بمشوار. فموسى ريق بالحمار ولف في السوق عمل لي كرتيلا، قال له أنا أخوان هديدي داري بيع الحمار ده وعايزين طلعني في كرتيلا، أظنه كل واحد قرشين وبتاع. فالناس قطعوا، فهو عرف بالشمس كده عرف البتاع الفائزة، قطع عليه في النهاية، قال له أنا كسبت الحمار، ورجع الحمار لهريدي، والناس أخذتها ملحة وضحكوا للمقلب اللي تمقلبوه وما زعلوا من موسى. فده مجتمع عبد الرحمن كان كده، في زنك الطواقي، في زنك اللحم، في سوق القماش، في الملجة، كل هالأداية دي ما يحدث بيتناغل بسرعة شديدة. والتحم بالوجدان والخيال الجماعي الشعبي حتى تلاشت الفوارق بين واقعيته وأسطوريته الرائعة، لدرجة أيقن معها الكثيرون أنه خيال وخرافة ليس إلا. نحن بالنسبة لنا طبعا ما كانت أسطورة ولا كانت خرافة، الزول قدامنا وده موسى وده نفاش وبتاع، لكن عرفنا الحكاية دي ليتر بعد ما كبرنا يعني. أنا شخصيا كنت بقرأ في مدرسة المؤتمر الثانوية بعيدة من ود نواوي، يا أولاد المدرسة هناك زملائي لما عرفوا أنه موسى والنفاش ده زول قريبنا وشخصية معاصرة وحية ما صدقوا، بيركبوا العجلات زملائهم بيركبوا معي بعجلتهم نجي بجيبوا لحد بيت موسى وندق الباب ويمرق يسلم عليهم ويقرق ويسخر منهم كده وبطريقة ضاحكة جميلة يعني، ما بيتضايق، يقول لهم هاي يعني موسى ها شفتوني يلا ادوني. نحن في طفولتنا ولأننا ما شفنا كويس بحكم السن، كنا أيضا نضع نفس الصورة الذهنية
اللي واضعينها كثير من الناس، ويمكن روجت ليها أكثر حاجة شخصية موسى النفاش، روجت ليها مجلة الصبيان، لأنه كان في النكات بتاعتهم دائما في نكات لو النفاش، والنفاش راكب العجلة، والنفاش دخل الدكان، والنفاش مشى للجزار، والنفاش وكلام كثير من هذا هذه الحكايات الطريفة والنكات الطريفة. شخصياتهم الظرفاء درمان اللي نتحدث عنهم دين عندهم شخصياتهم، هم ذاتهم شخصياتهم النمطية، تلقى اسمه ودنفاش، بتلقى ضربة، تلقى ما بعرف كم اسم زي ده. طبعا مؤكد ده ما اسمه هو، لكن دي الشخصية اللي هو بيشتغل بها وصلنا، كأنما هو بيلبد وراء الشخصية ده عشان من خلالها يقدر يقول النكت اللي قد تمس بعض الناس وبعض الظواهر. كان مرق من بيته لقى واحد جاره عربيته الظاهر عليها البطارية بتاعتها نازلة، قام قال له يا موسى النفاش تعال لز معي العربية، قال له والله يدي موجعني، قال له يا أخي لز معي وأنا بوديك بتبتي، ده كان مراوغ شوية، قال له بدل بتبتي بتبتي هتوديني البنك ما كل لعبة فيه بقى ناوينا عشان تحل المشكلة خالص. ودنفاش نقيا كان دوما يكلله البياض، بياض السريرة والمحيا. كان موسى ناصر لما تلاقيه في مدينة الدرمان هو مثله مثل أي رجل آخر، كان يتميز بالنظافة الشديدة، مستحم على طول الوقت يعني يلمع زي ما بيقولوا الناس، يرتدي عراق وسروال أبيض نظيف وسديري أسود وعمة أو طاقية بيضاء جميلة وحذاء لامع، يعني اهتم بأناقته اهتمام شديد عكس الصورة النمطية اللي في أذهان الناس اللي بتجعل منه يمكن تديه صورة شكل كاريكاتيري أكثر منه شكل صورة عادية. هو راجل من ناحية أناقة بسيطة، الأناقة المبسطة يعني، هو كانت عند موسى يعني تشتهي أنه يكون لابس العراقي والقميص اللباس والعراقي والسديري، تشتهي السديري الأراجة ده في موسى. طبعا مشهور هو بهندامه، عنده لبسة معينة حسي ظهرت موضة دوبة اللي هي العراقي على الله ومعه السروال وطاقية طويلة بتاعت الأنصار، دي لبسته الأساسية، لكن نظافة مبالغ فيها، نادر تلقى أستحيل يعني لحد ما مات ما شفناه غير نظيف وفي آخر هندامه. تتميز طرائف والنفاش بأنها ليست نكاتا ضاحكة فقط، بل كانت مواقفا ورؤى ناقدة وحصيفة دافعها الإضحاك والمؤانسة، وغايتها النقد الذاتي والكشف وتعرية الذات والمجتمع. بيته قريب لبيت ناس السيد عبد الرحمن، فبشقاوته طبعا هو كان رجل شقي موسى وبتاعه، فأظنه عمل خرمجة قامت أمه اشتكته للسيد عبد الرحمن، فالسيد عبد الرحمن قام عشان يعني يأدبه كده وقام اداه ضربه كف كده يعني ضربة ماضة شديدة، لكن الظاهر عليه قام صادف السن اتكسرت. سيد عبد الرحمن اتأثر جدا، طلع 10 جنيه هداها اليوم، فقال له قال له يا سيدي أنا كل يوم يجيك تطلب مني كيف عشان تديني 10 جنيه. بالليلة أيام الحر بتاع خاتل عن قريب في راس البيت بينوم فيه، راس بيته بالهواء بارد فيه. الناس متضايقين طبعا من الحكاية ما سألينه، ففي واحد أظنه كلم برمبل، برمبل ده مفتش مدرمان خواجة، وبرمبل ده من عادته بيلف على المدرمان دي كله سبت معاه شيخ الحارة والعمد والبتاع وبحصان وديك راكبين حمير واحدين مريلين بيلفوا بيشوفوا أي حاجة من ناحية الصحة ونظام عام وحاجة زي بتاع. فلما عارف أنه موسى ده بيقعد بينوفي راس البيت وكده
فجالي قال هيك عن قريب فوق موسى نايم بس بعد يكورك ليه موسى انزل موسى ما نايم فشال حجار طقعه بالحجار موسى صيحه وبتاعه ونزل كيف كله تنوم برأيت راجل مجنون قال لي يا ساعة المفتش مجنون أنا والمجنون اللي بيطقع قلت ما بيطقع حسي في زول بيطقع عليه زول نايم ودي طبعا برمبر الناس بيخافوا منه وبتاع لكن ضحك فيها ضحك قال لي والله في مجنون بيطقع بيحكى عنه هو كشخصية يعني تكاد إنها تكون يعني شخصية ممكن تكون أسطورية أو شخصية مثلا تكون خرافية باعتبار إنه الاسم موسى والنفاش ويقول لك مثلا موسى والنفاش مثلا كان سايق العجلة فقام ضرب العمود قال كلين قام قال للعمود عندك مثلا فكت شيلين هي لم تكن هي يعني مواقف درامية أو فكاهية بالمعنى الصريح لمفهوم الفكاهة أو النقطة أو الطرفة إنما هي مواقف بتحكى أو مفارغات يمكن أن نسميها مفارغات تأتي عن البداهة يطلقها فجأة ليفصح عن رأي ما أو عن وجهة نظر للآخرين وجهة نظر عميقة تتخفى خلف الابتسامات والضحكات كل الصفات الحميدة موجودة فيهم في نفس الوقت يعني أنا كان يعني دائما المشاكل بتجيني من الأطفال هو ما بدور إنه أنهر طفل ولا أدوك طفل ولا أطفالي فكان بيضايق من الحلاية فكان بيقول لي أنت أستاذ ولا تخت يا أخي أنت أستاذ ولا تخت شو عاد كده وبعدين في نقطة تانية برضو من ضمن النكات اللي ما أنساها إنه أنا بمشي لأهلي دائما في الخرطوم يوم الجمعة وكده وبجي زمان ما في باصات كثيرة كده في بص واحد بيقوم من الميدان المتحدة آخر دور الساعة 10 أنا بعمل حسابي أجي في آخر دور الساعة 10 فلما أصل هنا بلقى الأخوان الصديق ديل والجماعة التانيين يتونسوا أقف معهم كمان ساعة ساعة ونص يعني أخش أجي أدق الباب 11 ونص أدق الباب كو 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 منو الحاج هي لقيت الحاج بلا مطوف والده زمان كان بيقفل الباب الساعة 9 بالليل فكل ما يجي يقول لا مش بيت محل ما كنت ويمشي يصلي العشاء في جامعة سيد عبد الرحمن في اليوم ذاك جاء قبل العشاء وقفل الباب ورقد موسى أبو جي دق الباب قال لابنه قال لي ناصر قال لا مش بيت محل ما كنت غاية وسط ناس الحلة اتفقوا ثاني ما يكفي منه الباب حتى فتح لي الباب دخل زمان كان حصل زي جدبي كده والأمطار تأخرت فقاموا ناس اندرمان قالوا يصلوا صلاة الثلاثة كانوا بيعملوها في المكان الموجود فيه استاد الهلال الآن والذي يصلي بالناس مولانا عبد عمر قبل ما ينتهي من صلاة الإصغاء ومع سلام السلم كانت الأمطار نزلت حتى يقال إنه عمل الدمار كثير جدا في 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 مدرمان وناس مبدل قالوا جل يا عبد عمر بالعكاكيز وبتاع عشان ما يصلي تاني عشان ما بيوتهم دي تتكسر فموسى كان مشاهد لهذه الحادثة يعني فقام لقى شيخ عمر عنده حمار أبيض كبير كده بيمشي بيه المعهد العلمي بيمشي بيه يقرأ القرآن في إذاعة أم درمان وبتاع فموسى قال له يا أخي أنت يعني ما شاء الله واصل وكده أنت طيب يا أخي ما تزعل ربنا ده الحمار ده يقرب لك عربية هنتر كده قطبا جمع بين أشتات المدينة ببسطائها ووجهائها ينقل نبضهم ويحدث عن أحلامهم وآمالهم لهذا امتاز بمكانة خاصة في قلوب الناس وموسى لا يحكي نكت زي طريق السينا وزي الناس ابن بادي بالذات بيرد رد سريع وذكي في لأي سؤال ولا أي حدث معروفين كده ما يحكي لك نكتة كده عديل ف يعني ومرات يخلق الجو ذاته بتاع النكتة يعني في بيكا من بكيات النمال المشهور الحكاية دي في قالوا في الأربعينات نحن ما حاضرين حكوا لنا فالناس قاعدين كده وزمان الوقت داك ما في كراسي القعاد في الأبسطة في البيروش في الواطة في البكيات بالذات
فظاهر من صينية الدومة هناك واحد من عرب الفتيحة بدي الرجل كبير وماشي ساعة 2:30 وطم ولع نار وهو مسخن وجاي ماشي بسرعة ومستعجل من السخانة داري يخش الخيمة بأي طريقة من السخانة يعني. وهو موسى شايفه تعبان قال شوفوا دور العربي ده أنا بلعب لكم به. فالراجل جاء داخل طوال الفاتحة كل الناس قامت شالت مع الفاتحة وكفر ليهم وكده وبتاعه وعز الناس وتفضل قاعد في البرج. بس قاعد كده ومنصة العمة راسه عرقان وبتاعه ويهبف في نفسه بالعمة كده وبتاعه. موسى طوال بعد شوية اداه زي 5 دقايق كده قبل ما يجيبوا لي المويه وبتاع. الساعة 2:30 يعني داير مويه وشاي وبعدها غدا وكده. بس موسى طوال مشى عليه وقال له فاتحة يا أخي ارتاح يا أخونا ارتاح. بس عايز لك ارتاح ارتاح ليه؟ أنت دخلك شنو ذاتك وأنا جيتك أنت؟ قال لي ارتاح يا أخي نحن ما دايرين راحتك ما داير راحة أنا. قال لي تفضل. فمشى قعد طوال يعني عرف الحكاية دي معمولة دي يعني. موسى شخصية اجتماعية جامعة ومحبب لكل زول وبعدين سريع البديهة والنكتة. كان لديه إحساس كبير بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أهله وجيرانه وسكان الحي. يحبهم، يجمعهم حوله، وخاصة الأطفال واليتامى. يصبح هو أهلهم وعائلهم وصانع أفراحهم في صمت وتجرد بهداياه ولطفه. وتتشكل أدواره الاجتماعية المختلفة التي لا تزال تحفظها له ذاكرة المدينة. موسى ده كان عنده جوانب اجتماعية خطيرة جدا. يعني زمان المآتم طبعا ليالي المأتم كانت 3 أيام أقل شيء ومرات تكون أكثر من 3 أيام. فكان بيضرب المثل في أنه أول صينية شاي بالقيمات الصباح في ليالي المأتم 3 بتجي صينية شاي بتاعت موسى. مع أنه موسى رجل ما متزوج يعني أسرته أخواته وبنات أخواته وكذا، لكن ما تتخيل شكل الشاي بيجي كيف. الشاي باللبن والكباب والنظافة بتاعتهم ومستوى القيمات. يعني في ناس بيحاولوا يجوا بدري عشان يحضروا الشاي بتاع موسى والنفاية. حاجة ثابتة في أي مأتم. الوفافة والنباوي الليلة بكرة الصباح موسى بدري بيقوم يجيب زي الوكيد بيجيب لنا اللبن وبيجيب لنا الدقيق وبنقوم بدري نعمل القيمات وبنعمل الشاي وشيل حتى لو في بيت المال بشيل الحاجات دي يوديها موسى. نحن مما قمنا مما بقينا نقدر نشيل بكون ماشيين معاه حاجات الشاي نمشي نوديها. طبعا احنا قعدنا هنا لحد ما عمرنا بقى 6 سنة حتى رحلنا مشينا قعدنا مع والدنا هناك، لكن كنا قاعدين معاه وهو لحد ما بقينا ناس مدرسة حتى مشينا بيتنا الثاني. ومضى الأمر لسنوات وسنوات، وفي يوم من أيام أم درمان من أواخر الثمانينيات انتقل ود نفاش إلى الرفيق الأعلى. هكذا فجأة ودون مقدمات تعرض لآلام في المعدة ومركز بمستشفى أم درمان لمدة شهر. وبعد شهر جاء قعد في البيت هنا مرة يبقى كويس ومرة يعيا لحد ما توفى. إن شاء الله توفى سنة 1986. لما يتوفى وبيدفنوا فيه في مقابر أحمد الشرفي، طبعا أم درمان دي كلها جات. أبوي كان قال لي أثناء ما بيدفنوا أنا فكرت قلت يا ربي موسى ده بيحصل لي شنو؟ هم عملتوا مع الناس قمة الدين الإسلامي، يعني كلها الحسنة والطيبة والضحك والمرح والحاجات الجميلة دي ما يديك إلا كلمة جميلة. فقال أنا في راسي ساي قلت يا ربي الزول ليه يحصل لي شنو يعني؟ والمراسم بتاعت الدفن انتهت وفات وكذا. وهنا بعد يومين هو نايم بالليل حلم بموسى. بعدين دائما انت زول الميت لما تحلم بيت لكن ما بتتذكر انه ميت وكذا. ابوي قال تذكرت انه ميت ومشيت ليه لقيته واقف بلبسته دي ذات النظيفه الجميله دي ومعه مجموعه بتاعت اطفال لابسين ابيض كثيرين يعني كميه
هو واقف فيهم يشاغل فيهم وكده. فقال لي يا موسى ازاي الحال؟ حصل لك شنو يا اخي؟ قال لي والله يا بشرى والله لو ما الاطفال ليل كان حقي راح. ده الحدث. ابوي صحى من النوم اطمأن عليه. يعني المآل بتاع موسى في اللحظات دي يعني. مضى بغتة وهو لا يزال شامخا كأشجار النخيل في بلادي. وسكتت ضحكته الساخرة والصاخبة إيذانا بغروب أبكى أم درمان كلها. يوم الوفاة وأنا على ما أشكر أنه حتى مشينا مع المناغر العقريب ونحن يعني ما صغار خلاص كبار راعيين مشينا لحد المغابر. كانوا منتظرين في المغابر أكثر من الجول بيت هنا. يعني كمية بتاع بشر كده أنا ما شاهدتها يعني قريب ده في جنازة يعني في الوقت ده. ده غير نسوان بيجوا محزمات كانوا بيجوا هنا وبكوا على موسى ده بكى شديد جدا جدا. وفي ناس كده بيتحد تحد سألوهم علاقتكم شنو بموسى يعني قعدوا يحكوا حكاوي. فدي من ضمن الأشياء يعني خلت موسى يعني حكاية أنه بينكت وأنه بتاع دي حاجة جانبية شديد جدا جدا بالنسبة لحياته الاجتماعية الأخرى. وإن لم تختف حكاياته ونوادره ولم تنتهي سيرته أبدا تتجدد في كل حين ووقت. ما في شك أنه نحن يعني أنا شخصيا ممكن أكون متأثر بموسى والنفاش من الناحية الجينية بحكم الصلات والقربة والدم، ومن الناحية البيئية بحكم الجيرة وإنه شفته من صغير وعايشته وسكنت معه وعايش معه نفس البيئة ونفس الجو ونفس الناس. والدي كان صديقه جدا والاثنين بيحكوا حكايات ونكت وكل واحد فيهم عنده حكاياته وعنده نكته، بالتالي أنا متأثر بهم. وبما إنه أنا بعد ذاك يعني طورت المسألة ودرست الدراما دراسة منهجية أكاديمية ووسعت من حيث الخيال والفكرة وأصبحت كاتب، فما في شكل إنه أنا مستفيد جدا سواء من خلال الشعور أو اللاشعور، مستفيد جدا من موسى والنفاش ومن الفكر بتاعه. شخصية النفاش لم تغيب عن المجتمع بالمفهوم العام. احتمال يكون غاب ود نفاش الشخص، لكن يعني لكل زمان ود نفاش زي ما بقول يعني، لكن بتتغير الاساليب وتتغير الوسائل. يعني في فتره من الفترات بنجد انه كان هنالك انتشار وزيوع كبير جدا جدا للنكات، الى درجه انه اصبحت هنالك فرق يعني للنكات، والى الان يعني تعتمد هذا الاسلوب من الفن في أشكاله الاجتماعية، على الرغم من المحاذير الممكن تكون هي موجودة داخل مثل هذه الأداءات، إذا كانت محاذير اجتماعية أو محاذير بما يؤثر على التكوين وعلى النسيج الاجتماعي وغيره وغيره، إلا أن هذا الشكل لا زال موجود. يعني لا زال الفكاهة ولا زال ود نفاش يمشي بيننا في أشخاص آخرين.